احنا عندنا قطاع خاص منتهي، لا بنية تحتية، لا مدينة صناعية، لا كهرباء استثمارية، لا بنية تحتية، لا شركات فاحص، كل شيء ماكو. هذا القطاع ان شاء الله فد 1000 سنة ينهض، 1000 سنة. القطاع الخاص بالعراق 1000 سنة ينهض على هالوتيرة احنا بيها. يعني قصدك 1000 سنة يلا ينهض. إذا فكرنا بيها. إذا على هاي وضعيتنا، ايش نحتاج؟ كل سنة 30-25 تريليون نوديها بنية تحتية لهذا القطاع، مو احنا نستثمر. تعال يا ابو هاي مدينه صناعيه انا حنظمها لك، هذا الطريق انا اسوي لك اياه، هاي الاستثمار مال الكهرباء مال المعامل انا اسوي لك اياها. فهذا ايش راح يسوي؟ راح ينفذ شنو؟ ينفذ البنيه التحتيه للقطاع الخاص. هذا من يسوي هاي الموازنه؟ سموها موازنه استثماريه تنظيميه للقطاع الخاص. ها غير جهات، تعال يا هيئه المدن الصناعيه، تعال يا هيئه الاستثمار، تعال يا طريق الفاو، تعال يا طريق التنميه، يا ميناء الفاو، تعالوا يا جماعه الاستثمار، تعال يا المدن الصناعيه مثلا، تعال يا اتحاد الصناعات، تعالوا شلون ادعمكم هذا الشكل.